روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، اللقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف، واليوم مختارين لكم موضوع مهم جدا، صار عليه ديبيت كثير من أكثر من سنة، هي الإجراءات الحكومية التي تقوم بها بعض الدول. كان في أسئلة كثيرة، لماذا بعض الدول فتحت أبوابها للناس واعتمدت مناعة القطيع في مقاومة الكوفيد 19 أو الكورونا؟ بعض الدول أغلقت إغلاق صارم، الدول الأولى زي ما حكينا اللي فتحت زي مثلا دولة السويد، الدول اللي عملت إغلاق صارم زي دولة الصين، بعض الدول كان عندها تقطع في موضوع الإغلاق والفتح مثل كندا حسب الزون والأرقام والألوان، كان في عدة برامج، ولكن في النهاية الجميع يحتاج النتيجة، يحتاج يعرف كيف حدث ذلك وكيف قاومت بعض الدول مثل الصين واستطاعت إنها تقريبا تقف أو تحد من انتشار الوباء. الآن الأرقام اللي بنسمعها في الصين لا تزيد عن ما يوجد بأصابع أيدينا، فهذا رقم يعني ممتاز لدولة مثلا عدد أكبر عدد سكان في العالم، وكانت هي أول دولة أعلنت عن وجود هذا الوباء. لذلك اليوم سينضم لنا صديقنا الصيني من الصين مباشرة، الأستاذ صارم. أهلا وسهلا بك يا صارم. أهلا وسهلا يا دكتور شريف، شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة، ومرحبا بكم المشاهدين الكرام. شكرا لك. حدثنا عن نفسك قليلا، الاسم، تعلم اللغة العربية، تفضل. نعم شكرا جزيلا. فأولا قبل كل شيء تحية طيبة وبعد من الصين إلى جميع المشاهدين الكرام لكنار تي في. أنا اسمي الصيني كونلينيان واسمي العربي صارم. أنا الآن طالب ماجستير في جامعة دراسات أجنبية ببكين، وقد درست اللغة العربية لحوالي 4 سنوات أو أكثر تقريبا. نعم، ما شاء الله. أين تعيش الآن، في أي مدينة؟ أنا الآن أعيش في مدينة تانشان، ربما هذه المدينة غير معروف لدى كثير من الأصدقاء العرب، فهذه المدينة من ضمن أفضل وأكبر قواعد الصينارية في الصين، في شمال الصين بالأخرى. ممكن أقول إن مدينتي من ضمن يعني مدينة كبيرة جدا ومدينة قريب من بيجين، تتقدم بالفولاذ والفحم والموارد المعدنية اللازمة لتطوير البلاد في إلى أنحاء البلاد، فمدينتي مهم جدا في النظام الإنتاجي لكل البلاد. نعم صارم، قد يدور سؤال عند بعض المشاهدين في بالهم، لماذا درست اللغة العربية؟ في الواقع أظن أن اختيار للغة العربية كاختصاصي من باب الصدفة، فعندما كنت على وشك انتهائي من دراسة في مرحلة ثانوية، كنت يعني أريد أن أدخل إلى جامعة متخصص بتدريس اللغات الأجنبية، إذ أن أنا مولع بدراسة اللغة الأجنبية. عندما كانت هناك أمامي بعض خيارات للغات الأجنبية، أي اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة السواحلية، من الواقع في ذلك الوقت
ليس لدي كثير من المعلومات حول تلك اللغات وثقافتها، ولكن أعرف هنالك مبادرة باسم حزام وطريق. أعتقد أن هذه المبادرة مهم جدا، ترمز إلى المستقبل للبلاد. فهكذا بعد جمع بعض المعلومات على الإنترنت، أظن أن الدول العربية واقعة على خطوط على طول حزام وطريق، لذلك اخترت هذه اللغة بأمل أن أقدم بعض المساهمات الضئيلة كفرد في المجتمع إلى هذه المبادرة العظيمة. أريد أن أهنئك، فأنت تتكلم اللغة العربية بطلاقة، حتى أفضل مني شكرا بتكلم اللغة جزيلا، الصينية. شكرا جزيلا، شكرا للمجاملة. نعم. صارم، حدثني قليلا عن الصعوبات باللغة العربية، ثم سننطلق إلى موضوعنا، ولكن أريد أن أتعرف أكثر عن دراستك للغة العربية. الصعوبات التي واجهتها في دراسة اللغة العربية. الصعوبات، نعم، إن كما نعرف اللغة العربية صعب جدا بالنسبة لدارس السنيين للغات الأجنبية، لأن هنالك كثير من الأحرف مش موجود في اللغة السنية، مثلا الراء والضاد. نعم، اللغة العربية كما نعرف لغة الضاد. فعندما كنت في الصف الأول وجدت صعوبات كبيرة لصنع الصوت الراء، لا أعرف كيف أصنع هذا الصوت، ولكن يعني جمعت بعض الطرق لتدريب إصدار الراء. بعض الناس يقولون ممكن أن تشرب الماء قبل أن تحاول إصدار الصوت الراء، وحاولت كما يقولون ونجحت الحمد لله. نعم، هل تتكلم بعض العامية أم تتكلم فقط اللغة الفصحى؟ بالواقع، لأن لدي بعض التجارب للتعايش أو بالتحديد أعمل مع بعض الأصدقاء العرب، وخاصة عندما يزور بعض الوفد العربي إلى الصين فأكون مترجم لهم بشكل مؤقت. فتعلمت بعض الكلمات بالعامية، مثلا في التونسية نقول جوك فيس فيكس، بمعنى يعني أنت بخير للحوار اليومية. كما في المصرية ممكن نقول في مصر، في عامية مصرية ممكن نقول عامل إيه، كيف حالك. ولكن للأسف عندما أسمع إلى الكلام بالعامية 100% ما زلت أجد بعض الصعوبات للفهم. ولكن بكل صراحة لقد وعيت شيئا فشيئا، إن العامية سهل للكلام، أسهل للكلام من الفصحى في بعض الأحيان. أكيد، لكن هذه أكثر صعوبة يواجهها طلاب اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأن الدول نعم، العربية لكل دولة لهجات، وقد نقول لكل مدينة أو لكل منطقة في الوطن العربي لهجات خاصة بها، وهذا طبعا يشكل صعوبة جدا. وذلك أيضا كنز للغة العربية، هذا يعني الرمز الحي، التجسيد الحي لتنوع اللغة العربية كلغة وافرة ولغة عميقة ولغة جميلة. هل زرت بعض الدول العربية؟ نعم، لقد زرت مصر والمغرب والإمارات، طبعا للسفر وللتجارب الحقيقية في المجتمع، ولكن لم أبقى في تلك الدول العربية إلا بوقت وجيزة. زرت المغرب لأسبوع تقريبا، والأسبوع الثاني لمصر والإمارات. ولكن مع أن الوقت لبقائي في تلك الدول العربية وجيزة شوية، ولكن ما زلت قادر على القول إن تلك الدول العربية متمتعة بالمناظر الطبيعية الجميلة والصخر الخاصة والمتميزة، لكل دولة جمال الخاصة وفريد. ممتاز ممتاز. هل ممكن أن تحدثنا، هل تعلمت التاريخ العربي وعرفت عنه بعض الشيء؟ نعم، طبعا التاريخ العربي في جامعتي، في الصف الثالث، من الصف الثالث سوف ندخل إلى المرحلة الدراسية بعد الثقافة العربية، مثلا الأدب العربي الحديث والتاريخ العربي تاريخ العرب. فأعرف أنه ممكن نقسم التاريخ العربي إلى ما قبل الإسلام بالجاهلية، ثم عصر الإسلام، ثم الأموية، ثم العباسية، ما إلى ذلك. أعرف أن عصر العباسي من ضمن أفضل وأروع
العصور التاريخية لتاريخ العرب. فهناك هنالك التناول الحضاري والتواصلات بين الحضارات المختلفة في العالم في ذلك الوقت. فإنه ممكن أن أقول ممكن يعني نضاهي عصر عباسي بأسرة زاهر، أسرة بارع وزاهر في تاريخ الصين، أسرة تانغ. طيب، فنعم لدى تاريخ الصين والتاريخ العربية، التاريخ العربي كثير من المشتركات. هل تعلمت بعض الشيء عن الإسلام؟ هل قرأت القرآن؟ نعم، قليلا لم أقرأ القرآن الكامل، لأن القرآن يعني نص صعب ونص عميق. علمت بعض الشيء عن الفاتحة عندما زرت بلدان العربية، دائما ما أسمع الفاتحة من المعاذن. نعم، حدثني عن الفنون، هل تستطيع أن تغني شيئاً باللغة العربية؟ بالنسبة لا، بكل صراحة لا أظن أني مطربا جيدا مثل كاظم، مثل حسناء في لقاء المصارم، ولكن بدلا من الغناء ربما أستطيع أن أحفظ بعض أبيات من الشعر المشهور للأدب العربي، تفضل. لأني متخصص. نعم، هنالك قرأت بعض الأشعار للأدب العربي، ولكن من الأشعار المفضلة إلي الشعر إرادة الحياة بقلم أبي قاسم الشابي التونسي. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. فكلما قرأت تلك المقتطف من شعر أبي قاسم الشابي، كلما وجدت هناك التحفيز لي للاستمرار في الدراسة والاجتهاد. برافو برافو. أريد أن أسألك سؤال، هل نعم، تغيرت نظرتك للعرب قبل دراسة اللغة العربية وبعدها؟ هل وجدت العرب يختلفون من نظرة الإعلام وما يظهره الإعلام عن العرب؟ أجل، ذلك طبيعة الحال. الآن قبل دراسة اللغة العربية، الشيء الوحيد عرفته عن الثقافة العربية هي ألف ليلة وليلة. ولكن بعد الدخول وبعد تعمقي لدراسة الأدب العربي، وجدت هنالك كنز كبير وبحر واسع للروايات والأشعار. كما بعد دراسة اللغة العربية ثلاث سنوات تقريبا، بدأت قراءة روايات بقلم نجيب محفوظ، وهو كاتب حاصل على جائزة نوبل للأدب. وكلما قرأت أعمالها كلما وجدتها عميق ولكن ملهمة. بالإضافة إلى الثقافة العربية، فعندما قبل الدخول إلى دراسة اللغة العربية، الشيء أظن العالم العربي مترادف لعالم الدول العربية الخليجية، الصحراء والجمال، بعض الأشياء مثل هذا. ولكن بعد زرت بعض الدول العربية، فإن العالم العربي ممتلئ بالمناظر الطبيعية المختلفة، فيها البحر وفي النافورة وفي الأنهار والجبل، متنوع مثل ما وجدنا في الصين. كيف نظرت إلى يعني الإعلام الغربي، خاصة أفلام الهوليوود، تظهر العربي أنه دائما مجرم أو قاتل أو حتى إرهابي، هل تغيرت وجهة نظرك بعد أن تعرفت على بعض العرب؟ بالنسبة لي لا أعتقد أنه، طبعا يجب علينا أن نواجه المشكلة الإرهاب بالموقف الموضوعي. نعم، إنها مشكلة تواجه البشرية جميعا جماعة، ولا يجب أن نقول أن الإرهاب مقتصر على العرب أو على أي مجموعة من الناس في العالم. فبعض القلة القليلة من الناس مدفوع برغباتهم النفسية أو الأنانية على حساب الآخرين، يقومون بالتخريب والتدمير المباني أو سلامة الناس.
ولكن الإسلام كما نعرف دين يدعو إلى السلام والانسجام. كما هنالك الحديث يقول كهذا: تهادوا تحابوا. التهادو يعني تبادل الهدايا بدلا من تبادل من الأسلحة. نعم، فالإسلام صديق لجميع حضارات العالم، فيجب علينا أن نتضامن لكسب النصر في معركة ضد الإرهاب بدلا من يعني نتبادل التوبيخات بين الناس في مختلف الحضارات. فذلك مش ن... ليس لديها هذا النوع من التصرفات نفع لحل المشاكل مثل الإرهاب أو عدم التوازن الاقتصاد والتنمية. يجب على الإنسان نواجه المشاكل معا. جواب رائع يا صارم، وكنت رائعا في جوابك. الآن أعود لدراسة اللغة العربية. هل تتوقع أن دراسة لغة شعب آخر تساعد على تبادل الثقافات وتلاقح الثقافات وتقريب جهات النظر؟ عفوا يا أستاذ، هل من الممكن أن ترد هل دراسة السؤال؟ لغة هل دراسة لغة جديدة تساعد على تقارب الثقافات؟ أنت تدرس اللغة العربية، بدأت تدرس أكثر عن الثقافة العربية. أنا درست اللغة الصينية، درست أكثر عن الثقافة. هل تتوقع أن هذا يساعد على تفاهم الآخر؟ نعم طبعا. كما يقول الرئيس الأسبق لإفريقيا الجنوبية نيلسون مانديلا: إن تحدثت باللغة التي يفهمها فتصل هذه اللغة إلى عقلهم، ولكن إذا تكلمت باللغة التي يتكلمها فتصل هذه اللغة إلى قلوبهم. نعم، إن هذا الكلام حكيم جدا. طبعا عندما أتحدث اللغة السنية مع بعض الأصدقاء العرب الذين يتكلمون باللغة السنية، طبعا هم من طلاب للجامعات السنية وهم يدرسون اللغة السنية في تلك الجامعة السنية، عندما أتحدث معهم باللغة الصينية نتبادل وجهة نظر، ولكن عندما تحولت إلى اللغة العربية شعرت كأننا نتبادل المحبة أو الإحساس الحقيقي. نعم، فأعتقد أن اللغة من ضمن أفضل وسيلة للوصول إلى قلوب الناس، وخاصة في خلفية دعوة الحكومة الصينية لتعزيز المبادرة الحزام والطريق. فيجب علينا أن نستخدم اللغة التي يتكلم الناس في بلدان العربية حتى نحقق التواصل بشكل أفضل وأعمق. سؤالي التالي هو سؤال عن هذا الموضوع. هل تتوقع أن عندما أنا أدرس اللغة الثقافة الصينية وأنت تدرس الثقافة العربية سيوصلنا إلى السلام العالمي الحقيقي؟ سنصل إلى الجلوبال بيس أو الحب والسلام العالمي، نفهم بعضنا البعض؟ نعم أكيد. فالسلام من ضمن القيم المشتركة التي تتمتع بها الثقافة الصينية والثقافة العربية، فكل منا ندعو إلى السلام ونريد أن نحققه بجهود مشتركة. ممتاز. الآن سنعود إلى موضوعنا الأساسي وهو موضوع الكوفيد-19 في الصين. حدثنا ماذا يحدث الآن في الصين مع الكوفيد-19؟ كيف الأوضاع الآن؟ هل هناك أعداد كبيرة من المرضى أم لا؟ في الصين الآن ممكن نقول معظم الأشياء لقد عادت إلى العهد السابق وإلى حالتها الطبيعية. مثلا كما أتذكر، في بداية انفجار الوباء المترتب على فيروس كورونا المستجد، فكنا لا نستطيع أن ندخل إلى الجامعة أو المدارس. بدلا من ذلك كنا ندرس عبر فيديو في البيوت، ولكن كما تخبرنا الجامعات قبل
قبل أيام، ممكن أرجع إلى الجامعة مع شهادتي الصحيحة، أي شهادة اختبار الحمض النووي الآن. يعني ممكن أعود إلى الجامعة لنعيد الدروس عند القاعة أو عند غرفة الدرس بشكل طبيعي. كما تخبرنا الأخبار في هذه الأيام، ففي الصين في 42 أي يوم متتالية، فما فيش هناك أي حالة مؤكد بكوفيد-19. فممكن أقول من حيث الأساس لقد عادت الحياة في الصين إلى عهد السابق. هل تذهبون إلى المطاعم وإلى الأسواق وتركبون الحافلات؟ هل عادت الحياة إلى طبيعتها تقريباً؟ نعم، ولكن بعد انفجار الوباء هنالك بعض التغيرات في عادات الحياة للناس. مثلا في السابق لا نهتم بلبس الكمامات أو القفافيس عندما نخرج، ولكن بعد انفجار الوباء مزيد من الناس يدركون أهمية حماية أنفسنا من هجوم الفيروس، فنلبس الكمامات أو حتى القفافيس من تلقاء أنفسنا عندما نخرج. طبعا لحماية الناس من الفيروس هنالك النقاط لفحص حرارة الأجسام لدى الناس في مداخل السوق الكبيرة والسوبر ماركات، فتلك الإجراءات للوقاية من الفيروس بدلا من السيطرة، يعني معظم الفيروس في الصين قد تم السيطرة عليها. هذه أخبار جيدة أكيد. نعم. حدثنا عن الإجراءات الحكومية عندما بدأ الكوفيد 19. الحكومة الصينية أغلقت مقاطعة خوبي كاملة، وكانت نعم. إجراءات، ستفهم هذه الكلمة، صارمة في ذلك الوقت. لا أحد يدخل بورينبوتشو، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج، أربع كلمات أنقذت الصين، لا أحد، لا دخول ولا خروج. حدثنا عن هذه الإجراءات. نعم، أعتقد أن قرار إغلاق مقاطعة خوبي بشكل مؤقت قرار صعب بالنسبة للحكومة الصينية، باعتبار أن مقاطعة خوبي من ضمن أهم مراكز الاقتصادية في الصين. فإغلاق تلك هذا المركز يعني الخسائر الاقتصادية، ولكن مقارنة مع الاقتصاد ندعو دائما حياة الناس على المقام الأول. فلماذا نفرض الإغلاق على المساحات الكبيرة مثل مقاطع خوبي؟ فهذا يرجع إلى أهدافنا النهائية، السيطرة على الوباء. فماذا نفعل للسيطرة على الوباء؟ نحتاج إلى اللقاح، نحتاج إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الأمراض. كل ذلك يحتاج إلى الأوقات. ففي ضمن الأوقات يجب علينا أن نمنع الانتشار الفيروس بقدر المستطاع. فأفضل الطريق هو أي هو أي يعني منع الوسيلة لنقل الناس. وذلك طبعا هنالك بعض التضحية الاقتصادية، لا نتجاهل عن ذلك، ولكن مقارنة مع الخسائر الكبرى الهائلة التي سوف تؤدي إليها انتشار الفيروس في نطاق أوسع، فكل تلك التضحية جدير. ولقد حصلت على الإقبال من قبل أمن الشعب هوبي. عفوا، هذا سؤالي الثاني، كيف تلقى الناس هذه الإجراءات؟ هل كان التزام كامل من الشعب أم كان هناك بعض محاولات عدم الالتزام؟ عفوا يا أستاذ، لم أسمع الصوت بشكل واضح. كيف استقبل الشعب الصيني الإجراءات الحكومية؟ هل التزم التزاما كاملا أم كان هناك؟ نعم، الآن ممكن أقول الناس 100% يلتزمون بتلك القوانين أو اللوائح، إنه يبدو أنهم لقد أدركوا بشكل تام إن تلك الإجراءات من أجل حماية سلامتهم وحياتهم.
في بادي الأمر بكل صراحة ممكن أن أقول بعض الناس يدعون إنه الإجراءات المفروضة عليها قليل من المبالغة، ولكن مع مرور الوقت ومع تفشي الوباء في أنحاء العالم تحولوا للثقة تمام للحكومة الصينية، إذ إن الحكومة الصينية تفرض تلك الإجراءات ليس لتحريم الحرية منهم بل لحماية الحرية منهم، إذ إن الحياة أساس للحرية. فهكذا الآن ممكن أقول لا داعي لإجبار الناس على الالتزام بالقوانين، بل يلتزمون ويعتذرون ويدعون الآخرين للالتزام بتلك القوانين والإجراءات عن تلقاء أنفسهم بشكل إيجابي أو بشكل الفعال. إن ذلك نافع وسيجدي نفعا كبير حمايتهم من الفيروس. إذا أنت تتوقع أن هذه الإجراءات لم تكن تقييدا للحرية لأنها ستعطيك حياة، فكان هناك نعم. سؤال عند الحكومة: الحرية الشخصية أم المجتمع كامل والحياة؟ يعني هناك ناس تموت بسبب عدم الالتزام ببعض هذه الإجراءات. نعم. الشعب الصيني دائما تقريبا ملتزم بالقوانين بقدر الإمكان. حدثنا كيف الآن ينظر هذا الشعب للإجراءات الحكومية التي قامت بها الحكومة؟ نعم أستاذ، ربما بعض المشاكل في اتصال الكمبيوتر أو الإنترنت. هل ترى أن الشعب الآن نعم متفق مع الإجراءات التي قامت بها الحكومة؟ نعم، تلك الإجراءات تم إصدارها بعد التفكير العميق للتوثيق بين حرية الناس وبين مصلحة الناس وبين حمايتهم من الفيروس. فما لبث أن صدرت من الحكومة أقبل عليها الناس، أي تلك الإجراءات جاءت بعد النقاش الكامل، فليس هنالك كثير من الاختلافات بين مصالح الشخصية ومصالح الجماعية. فنعم، الإقبال حار على تلك الإجراءات. طبعا أنا أريد أن أوجه رسالة إلى جميع الأصدقاء الذين يسمعون الآن: ما قامت به بعض الحكومات هو شيء شخصي، وحاولوا أن يجدوا أفضل ما يستطيعوا بما في ما هو موجود في موضوع الببليك هيلث أو الصحة العامة من قوانين، حيث لا يوجد أي جائحة مرت علينا كبشر بحجم هذه الجائحة، فكان هذا درس وعبرة. نحن لا نلوم أي دولة الآن، لا نقول أن السويد مثلا قامت بشيء خاطئ، لأن ما قامت به هو نوع من أنواع معالجة الوباء. الصين قامت بنوع آخر، ولكن أثبت التجربة، أثبتت التجربة أن ما قامت به الصين كان هو الحل الأفضل. نحن لا نقول أن نلوم الدول الأخرى التي قامت، لأنها أيضا كانت تجرب، والصين جربت هذه التجربة. الموضوع، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: الصين أغلقت بعض المدن أو المقاطعات كاملا، أغلقت كل شيء، لم يكن هناك الاستطاعة للخروج، فهل وفرت الحكومة بعض الحاجيات للمواطنين مثل الأكل والشراب في ذلك الوقت؟ نعم، بالتأكيد نعم، ممكن أقول إنه الحكومة الصينية لقد فكرت في هذا الموضوع كما نفكر فيه أيضا. كما نعرف مثلا بعد إغلاق السوبر ماركت أو المحلات في الصين، فربما من الصعب جدا أن نخرج لشراء المستلزمات الحياة. فكيف حللنا هذه المشكلة؟ نستخدم خدمات التوصيل. سوف يعني لقد نظمت الحكومة الصينية كثير من العاملين لتوصيل المستلزمات الحياة للأحياء السكنية المختلفة.
أما بالنسبة إلى من لديهم الحاجة الأملس للخروج، فممكن أن يقدم الطلبات للحكومة للخروج. فالإخلاق طبعا الإخلاق صارم، ولكن لا نجهل الحاجات الحقيقية للخروج. إذ إنه يجب أريد أن أجدد إنه العقل أو المنطق وراء الإجراءات السنية هو الوسطية، التوفيق بين الحياة وبين النظام الاجتماعي الطبيعي. فكلما ازدادت حدة الوباء ازداد صرامة الإجراءات، ولكن إذا تخففت حدة الوباء سوف نعيد التفكير في الإنتاج واستئناف الأعمال والإنتاج. هذه نقطة رائعة التي قلتها الآن، كلما زاد الوباء زادت الإجراءات، وكلما قل الوباء قلت الإجراءات. فالأشخاص الذين يشكون من الإجراءات الصارمة من الحكومات التي تقوم بها، فكر في المستقبل القريب، فكر خلال أسبوعين أو ثلاث، لأنه إذا زادت هذه الأرقام فستزيد الإجراءات، أو لن أقول ستزيد الإجراءات، سيزيد عدد الموتى للأسف، وكل شخص يموت هو شخص إنسان يعيش في هذا الدولة. سؤالي الآخر صارم، الاقتصاد، الصين دولة اقتصادية بحت، تعيش على الاقتصاد، كيف تأثر الاقتصاد الصيني وكيف تعافى بذلك بتلك السرعة؟ إنه ذلك سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. إذ إنه الصين لقد أصبحت دولة قوية من حيث الاقتصاد، وذلك حقيقة لا يجاهل عنها. أعتقد إنه قطاع التصدير للصين يعني لقد تأثر بشكل كبير جدا في بداية الوباء. إنه صعب جدا خروج مواد أو المنتجات الصينية إلى الأسواق بسبب الفيروس كورونا المستجد. كذلك كثير من المصانع تم إغلاقها لوقاية من الفيروس كوفيد 19. تلك الأشياء صعب طبعا، صعب جدا. ولكن بعد التخفيف حدة الوباء، أعتقد أن الحكومة الصينية لقد أصدرت مجموعة من السياسات لتخفيض الاستهلاكات. أي تلك السياسات ممكن نقول ملموسة في حياتي اليومية. مثلا في العيد الربيع المنصرم قبل شهرين تقريبا، لقد تم توزيع كوبون للاستهلاك لجميع الناس الذين يبقون في المدن الكبرى بدلا من العودة إلى البيت للذهاب إلى السوبر ماركت أو الذهاب إلى المحلات للاستهلاك أو الشراء الأشياء التي تريدها أو يلزمها لقضاء العيد الربيع الصيني، أي كوبون استهلاك لتحفيز الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، فأي الصين لديها سلسلة الإنتاج أونلاين، يعني أونلاين ممكن نشتري الأشياء عبر الإنترنت. فعلى الرغم من عدم خروج إلى المحلات الحقيقية، ولكن ممكن نشتري الأشياء عبر الإنترنت. فالشركات الأونلاين لقد قدمت بعض مثلا الخصم أو التنزيلات لدفع الناس للاستهلاك. فالسوق الداخلي فيما قبل الوباء نعتمد على، لا أقول أعتمد، بس نهتم بالتصدير. ولكن بعد الوباء لقد ظهرت مبدأ لتطوير الاقتصاد، وهو الدورتين الاقتصاديين في الداخل وفي الخارج. فبدأنا نهتم بالسوق الداخلية بشكل أكبر لحفاظ الاقتصاد أو لإبقاء الاقتصاد في الحيز المعقول. نعم. نعم، طبعا للأصدقاء الذين لم يزوروا الصين أو لا يعرفوا الوضع في الصين بشكل عن قرب، نقول أن الصين تجاوزت موضوع العملة الورقية أو استخدام الكاش، حيث أن الصين تستخدم الهواتف الذكية الآن في طرق الدفع في كل الأماكن. أنا أعرف أن معظم الذين يعيشون في شمال أمريكا وكندا يستخدمون الكريدت كارد،
ولكن الصينيين حتى تجاوزوا هذه المرحلة، والآن يستخدمون فقط شيء اسمه QR code، وعن طريقه يستطيعون دفع أي شيء، أي شيء، حتى الشحاد في الشارع تستطيع أن تدفع له عن طريق QR code، فلا يوجد أوراق متداولة، وهذا طبعا يخفف من موضوع الفيروسات والبكتيريا بشكل عام. الشيء الثاني المهم الموجود في الصين وهو الأونلاين شوبينج، وهذا شيء انتشر قبل الوباء بشكل كبير، من حوالي بداية 2004 عندما خرجت شركة ألي بابا وتاباو وشركات أخرى كبيرة ثم انتشر. ولكن خلال فترة الوباء هناك، اسمعوا الرقم يا إخواني، 700 أكثر من 700 ألف شركة نقل جديدة، 700 ألف، الرقم خيالي، 700 ألف شركة نقل فقط وليس شركة أونلاين لنقل البضائع في الصين، 700 ألف شركة نقل جديدة. هذا يبين لنا حجم المشتريات التي آنت أصبحت على الإنترنت. أعتقد إذا يعني عندنا في كندا ممكن 4-5 شركات، 6 شركات في الصين، في جائحة الكورونا وما بعدها 700 ألف شركة نقل جديدة، وليست، لا نتكلم عن القديمة، فتجاوز الرقم المليون. صارم، حدثنا عن الأونلاين شوبينج، هل هو صعب ولا سهل في الصين؟ إذا أنا حجزت لنقول هذه الكأس، أريد أن أشتري كأساً، إذا حجزتها صباحاً هل أستطيع أن أستلمها بنفس اليوم أم بعد أسبوع؟ عفواً أستاذ، هل ممكن ترد على السؤال؟ أن الصوت يبدو هنالك بعض المشاكل في الإنترنت. حدثنا سريعاً عن الأونلاين شوبينج، هل هو سهل جداً في الصين أم صعب؟ نعم، عفوا، التسوق عبر الانترنت هل هو سهل ام صعب؟ نعم، لقد سمعت هذا الكلام، لهذه المره، انه التسوق عبر الانترنت لقد اصبحت من ضمن اعداد لكثير من المتسوقين للصين. إذ نستخدم تلك التطبيقات على الهاتف، ممكن نقوم بتنزيل تلك التطبيقات مثلا علي باي او ويتشات شوب عبر الإنترنت أو متاجر الإلكترونية المثبتة مقدما في الهواتف. أعتقد إنه هذه السنوات لقد شهدت التزايد في عدد مستخدمين تلك التطبيقات التسويقية عبر الهاتف، إذ إنه هنالك بعض الميزات أو المزايا لدى التسوق عبر الإنترنت الذي لم نتمتع بها إذا ذهبنا إلى المتاجر الحقيقية. أولاً قبل كل شيء لدينا النطاق الواسع للاختيار، وممكن نختار المنتجات المتوفر في مقاطعات الأخرى. مثلاً أنا أعيش في شمال الصين، ولكن ممكن أشتري الأشياء المنتج من قبل مصانع الموجودة في مقاطعة غواندونغ أي في جنوب الصين. ثانياً، فهناك كثير من التنزيلات موجود في التطبيقات، إذ عدد المتاجر في الإنترنت كبير جدا، فلجذب الزبائن سوف تصدر تلك المتاجر بعض التنزيلات والكربون لشراء بعض المنتجات الخاصة بشكل غير منتظم. عندما أريد أن أشتري بعض الأشياء ممكن أن أدعو ذلك في شوبينج كارت، ثم عندما أحصل على الكربون أستخدم الكربون لتخفيض البرايس. نعم. ثالثا، فإذا وجدنا بعض المشاكل مثلا بعض الأماكن الخربان، ممكن أن نرد أو نرجع تلك المنتجات عبر خدمات التوصيل بشكل سهل جدا. فذلك يعني نطلب خدمة التوصيل عبر هاتف، ثم سيأتي سعر التوصيل إلى بيتك لأخذ المنتجات
إلى المتاجر الأصلية، فذلك سهل جدا، أسهل من التسوق في الأماكن الحقيقية. ولكن لا أقول إنه التسوق الحقيقية سوف تم استبدالها بالتسوق عبر الإنترنت، فإن هذه الطريقان لشراء التسويق سيتواجدان معا لدفع الازدهار استهلاك الصيني في المستقبل. سؤالي الأخير صارم، الآن الصين استحدثت الباسبورت أو ما يسمى بجواز السفر الإلكتروني للكوفيد 19، بعض الدول الآن تفكر في هذا الشيء، هل حصلت أنت على اللقاح أم لا؟ وماذا تقول لنا عن هذا الموضوع؟ يعني تعني التسوق في عصر كوفيد 19؟ الكوفيد باسبورت. كوفيد باسبورت. نعم، ذلك هو السياسة أو الطريق الجديد لضمانة الأساس للسفر إلى الخارج بالنسبة إلى المواطنين الصينيين. كما نعرف الصين الآن، ممكن نقول الصين لقد تخلصت بشكل أساسي من وتات آثار كوفيد 19، فالآن المزيد من الطلاب الصينيين لقد أعادوا الذهاب إلى ما وراء البحار لإكمال الدراسة هنا، فلتسهيل سفرهم أو لتسهيل تنقلهم بين الأماكن، لقد أصدرت الحكومة الصينية شهادة الصحة العام عام قبل بضعة الأيام، وأعتقد ذلك سوف يكون سهل جدا، وذلك سوف يقدم نموذجا أو بعض التجربة الإيجابية لدول العالم التي تريد أن تستأنف الإنتاج والأعمال كما عملت الصين قبل بعض الأشهر. فإن ذلك يعني شهادة صحة العام تعتبر من إسهامات الصين لإدارة المجتمع في العصر فيما بعد فيروس كورونا المستجد. نعم، طبعا للتذكير، الصين في بداية الكوفيد 19 كان عدد المرضى أو الذين أصيبوا بهذا المرض تجاوز 80,000، ولكن خلال سنة كاملة لم يزد هذا الرقم عن أكثر من 10,000. فالآن الرقم الإجمالي لا يزيد عن تقريبا 90,000 مصاب، أصيب بهذا المرض، والذين توفوا في العدد الإجمالي لا يزيد عن 4,700 شخص. أيوة صحيح. فالرقم يعتبر رقم ممتاز بالنسبة لعدد السكان. الصين كانت الرقم الأول في عدد الإصابات، الآن موقعها عالميا 86، وهذا يعني قبل كثير من الدول كنا ننادي بساوث كوريا بالإجراءات، الآن ساوث كوريا تخطت. نعم. كثير من الدول تخطت الصين، طبعا زي ما حكينا الصين الآن رقمها حسب عدد الحالات وليس النسبة، نسبة عدد السكان أعتقد تكون في الـ في الـ في, الـ في الأخير، يعني من الدول الأخيرة. طبعا أنا صارم استمتعت بالحديث معك، شكرا لك كثيرا. إذا يوجد لديك أي شيء تريد أن تقوله كرسالة للمشاهد العربي الذي يشاهدك عن إجراءات الحكومة أو أي شيء تريده فلك الميكروفون. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة والمشاهدين الكرام، شكرا جزيلا. مرة أخرى باسمي واسم كنار تي في واسم جميع المشاهدين نشكر صديقنا صارم من الصين الذي تكلم معنا عن موضوعين مهمين، وهو دراسة اللغة العربية وأيضا الإجراءات الحكومية التي قامت بها دولة الصين للحد من انتشار الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
العالم. الآن الحياة في الصين تعود تدريجيا إلى ما يقارب وضعها ما قبل الوباء. نتمنى لجميع الدول هذا الخبر أن يكون العودة للوباء العودة إلى الحياة الطبيعية قريبا جدا. مرة أخرى نشكرك يا صارم على وجودك معنا، ونقول لجميع المشاهدين تصبحون على خير، وشكرا مرة أخرى. شكرا جزيلا يا أستاذ دكتور جمال، شكرا جزيلا يا أستاذ.